يا عم. ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا عما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حاسسني أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك لنا في مكانك. أنت بقى أريد مية. هات كوباية مية. سأحضر القربة. القربة أنت هتسقي جمل بقول الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكل. أريده إيه تاني؟ من 12 الظهر لحد العشاء وإحنا قاعدين قاعدة تستولد. أريده أيوه أريد شربة خمر معتق. شربة الخمر المعتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني أخلص ده. ايه يا عم الديناصور بيخلص ولا ايه؟ طب قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو العلامة خلاص الكن العلامة سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا هنودة. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا لا هيا يلا هنودة هيا. السيد زيتون؟ هل فارق هريسة الحياة حقا؟ دعوك أنا وفاشا إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذن فقد قال لك عن مكان الكنز. أشل إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانب الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع! لقد اعترف بحقكم وقال أن ليكم ذهب وألماس ويقوت خش خش جوه. هيا يلا نوفين دي بقى دلوقتي. الديانة اجري بقى اجري بقى. يا إلهي لقد هربوا بالسر وضاع الكنز. طبا ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ابحثوا عنه في كل مكان. لا تتركوا شبرا في المدينة حتى تعثروا عليه. أخرقوا، دمروا، خربوا. لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. Oh!
انظر إلي، هل رأيت رجلاً مسرعاً مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون منه؟ نبحث عن الليمبي. هل تعرف الليمبي؟ الليمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون منه؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلك جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذهب، إنه أكثركم وساخة. إنه رجل أبلة، وهكذا زوجته. هيا بنا، هيا بنا نبحث. هيا رجال. أعجبتني؟ تعرف ما يعجبني فيك؟ دهائك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المطاردة. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن لمبي؟ أقول لك على حاجة؟ الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب، ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح؟ أي مفتاح؟ المفتاح. المفتاح ده هو. والنمي زي ما راح زي ما جه، وزي ما هند جت راح زي الكنز زي ما بيقول. نعمت. ومفيش اكل هنا في البيت ده ولا ايه؟ انا جعان قوي. نبيس نبيس. لا عيب 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 يا عباس بيه. عيب. ايه العيب اللي فيه؟ انا ايه العيب اللي فيه؟ البيت نايمة. عيب، وانا مش بتاعة الكلام ده خالص. لا بس عيب. عند واحدة ست محترمة، وانا عايز خاطر البيت ده بت عايزني خدني في الحضانة. دماغك رافيني فين يا طاطا؟ تعالي عاوزك. السجن. السلك. السجن. السجن. عايز واحد. طلعتني ما تحقني راح لبعيد. لا يلا. أنا بنفكرك حنس جزء خضاء جزء أفراهم جزء بس أنا جزء أهو. بصيرك تحل يا أبو دبورة. يا أخويا واسع، إحنا في أوتوبيس. عارف اسماعيل، لو دخلت الفيلا دلوقتي مش هتعرفها. الضحكة رجعت لها تاني، البسمة، الحياة بتنبض فيها. لو شفتها وهي قاعدة بترسم زي زمان مش هتصدق. ملاك يا ربي قاعد بيرسم. الكلام اللي انت بتقوله ده جميل ومشجع، بس لو حطيناه في مكانه الصحيح وسط الأحداث هيبقى مجرد عارض ما نقدرش نطلع منه بأي نتيجة. عرض ايه ومرض ايه؟ بتتكلم كلام عادي، ما انا قعدتك قدام المونيتور تنحت. اسمع يا عباس، انت فايق ورايق، وانا عندي عيانين دافعين ومستنيين، وانا مش فضيلك. من الاخر كده، لميس ما زالت في خطر، قطاطة ما زالت مجرمه، وشرها هيطولك ويطول لميس. اتفضل يلا، مع السلامه. تصدق يا اسماعيل ان انا لولا حالف ان انا ما قتلش حد من الاربع كان زمانك دلوقتي في الكفن. فوق دماغي ده ايه يا عمر؟ وحياه سماحه وشك دي، واللي ما شفت شبهك على حد، ان سلامات دي ادعاكها تحت رجلي زي الصرصار.
السلامات قال سلامات 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 بلا وكسة يا بلا حمات السلامات ام ياسر. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ام ياسر. ايه السيجارة دي عاملة كده ليه؟ ما تفضحيناش الشبيهة وانت ساكتة وحاولي تداريها. عاودي داريها. لا داريها افضحينا. انت عارفة ايوه سلامات اللي عاملة هيلمانة دي كان اسم يا ملاية انت فين؟ ام ياسر ام ياسر عايزة ايه؟ انت رحت فين ليه؟ انت رحت فين يا ملاية؟ قطعتيلي الخلف. انت عارفة اللي عاملة هيلمانة دي كان اسمها سلامات مشاوير، كانت حتة صبية عندي بلقمتها فضلت تتدحلب لحد ما شربت الصنعة، ولما بعد كده قاويت حربتني وقطعت عليا وسرقت مني الزباين. اعمل فيها ايه دي قطاطة؟ يا ولية ما تثبتي يا ولية، خليني اعرف اكلمك. انا وليني يا مياسر. يا لهوي انت رايح انت رايح الارض بتلف ولا ايه؟ لا دي السيجارة عملت شغل. دي السيجارة دي أجنبية؟ لا ايه؟ دي سيجارة محشية يعني. محشية؟ آه. ومين ياخدي عنده خلق يجيب السيجارة ويقعد يعور فيها ويحط الرز معاه؟ يا ولية سيجارة محشية حشيش. حشيش؟ وطي صوتك ما تفضحيناش. سيجارة محشية حشيش؟ تدري بقى يا ام ياسر عرفت انت تعرفي الحكايه دي فيا؟ تشربي لي سجارة حشيش كده؟ ولا ينفع ان انت تعرفي؟ ام ياسر ايه رايك في الوقفه دي؟ هاب كده؟ ايه ده؟ كده ملاكم يا قطاط عرسي ملاكم؟ ملاكم؟ طب اعمل ايه؟ لا عايزه حاجه فيها اغراء كده. اغراء؟ اغراء يعني ايه اغراء دي؟ اغراء يعني باز كده سكسي. ايوه عرفت كده اللي هو طب اسلح لك كتفي؟ اسلح من هنا؟ لا لا كده ده كده اغراء. لا انا ما اقصدش، انا اقصد تنامي وتعملي باز كده اغراء سكسي يعني كده بنوته. بوز؟ ايوه ده بوز يعني الباز السكسي كده بتاع البنات الحلوين اللي هو الباز كده. النار يقعد على الكلمه. اه نامي يلا تعالي. ها بوش دي؟ ورين ايه رايك فيه بقى؟ بوش كده؟ اهو وكده دي بيه كده دي بيفكر. ايه ده؟ لا لا كده اخراء. بوش دي؟ سالي؟ ايوه ايه كده؟ ماشي بس هتثبتي ولا لا؟ اصبر كده حط ده هنا؟ حط ايوه اثبتي بقى. ام كده؟ اعمل نفسي بقى ان انا بفكر. ايوه بصي في حته تانية خالص ما تبصيليش من كده. ايوه لا 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 بصي قدام 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 قدام. لا يا قطاطه نامي. ايه نامي يا قطاطه نامي. انا بخالص. ايوه لا لا امال ايه؟ ايوه ارفعي راسك وبصي. هو انا ممكن اسالك سؤال؟ نعم. انت مقعداني هنا ليه؟ برسمك يا قطاطه. برسميني؟ سلام ده انا ياما رسموني. بجد في رسامين رسموك يا قطاطه؟ ايوه الفنان ده محمود سبيداج. سبيداج؟ ايوه ده رسام؟ لا بقاش بنقاش قد الدنيا ما شاء الله. ده يطلع بصي ياخد العماره محاره في يوم وليله ويروح على البيت يكمل بياض فيا. طب ممكن تثبتي عشان انت بتتحركي كتير وانا مش عارفه ارسمك؟ انا بوزي بس هو جسمي اللي بيتحرك لوحده. لا لا اثبتي وعايزاكي تعملي كده شو كان عارفه الشموخ والدلع تبقي كيوت تبقي بنوته كيوت. مين صرغة كيوت دي؟ لا كيوت يعني بنوته رقيقه. بقى اثبتي بقى يا قطاط. هتعملي لي طب اعملي رسمي زي تايتانيك. ايوه زي تايتانيك. عارفاها البنت دي؟ عارفاها. بنت تايتانيك كده يبقى جحوره اللي هي الزرقاء. لا بس انت احلى عشان انت يا قطاط عندك كده ما شاء الله كيرفز في جسمك. عندي ايه؟ كيرفز يعني عندك مطبات يا قطاط، عندك مطبات في جسمك عايز ارسمها. طب ايه رايك بقى بصي؟ اعملك بقى ايه؟ عزينه. ماشي. حاضر عزينه. مين يا ابوي؟ بتعيطي ليه يا قطاطة؟ افتكرته. هو مين ده؟ الفنان ده محمود سبيداج. انت عبقري صالح.
صالح. ايوه ايوه يا بيه. هات لنا ازازه وكاسين وتلج بسرعه. خلص. حاضر حاضر يا بيه. طمني، وقعت على زبون سقع المره دي؟ زبونه سقع؟ يا ابن الرجاله دول ما يجيش من وراهم غير وجع القلب، انما النسوان بقى موجودين عشان اللي زينا ينصب عليهم. اوي من كل الله، الواحد لولا الحوجه للقرش ما كانش اشتغل عند كلاب زيكم. من كل الله. يا قطاطة زهقتيني، سيب الدبانة دي. ما انا لازم بموت الدبانة دي. كوني ما اجي اتكلم تروح داخل بوقي. نزلي ايدك، نزلي ايدك، هضربك بالرصاص. انت هتضربني بالمسدس عشان دبانة؟ جدو دبانة ايه؟ انا في الليتي فيها دبانة تلاقيه طالع من شعرك. ليه؟ خرج من شعري ليه؟ هربيه وابيعه؟ جدو من فضلك اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. حاضر حاضر. شكرا. انا اسود ده شخصيته قدامك مفيش. اقعدي اقعدي. انا اسود. انت عارفه ان انت احلى حاجه في البيت ده؟ جدو. نعم. اطلع لما تبص كده. انت وصلنا لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. الليمبي مين؟ اللي كان بيدور على الكنز. كنز؟ ايه كنز دي؟ ايه قطعت مالك؟ ما تركزي. حد كلمك يا لميس؟ جدو قلت لك اطلع بره. انا وانا هطلع. شفتي ده جدو؟ بقولك بس شخصيته عماله تنزل 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 لما بيحك في العرض. خذي. ها خلاص ماشي؟ احنا وصلنا لحد فين؟ لحد ما الليمبي كان بيهرب. ها الليمبي مين؟ قطاطة. كملي يا قطاطة. حاضر بتحرك معاك. ماشي. بص يا ستي. انت لا تزعلي مني يا هند. لا تزعلي مني يا هند. لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعا يا سيدي، انت مساعا. سلام عليكم. انت عامل مساعا. انت مساعا يا سيدي. مع السلامه عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمه بتاع ولا غيره. بقول لك والنبي احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوتين، شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوتين يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن، صح ولا ايه؟ انا مستعد منك حاجه. مستعد منك حاجه. ايه انت نفسه ده؟ انا انت بتكلمني انا؟ افندم يا مسياحكم. ايه؟ افندم يا مسياحكم انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقول لك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر بعيد، انت على طول هتاخد القصر بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقول لك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ اركب الحمار. انا على ابن حمار يا جدع، ما بلاش اللي تعرف انت من حمار يا جدع. انت من حمار وستين حمار والله حداد بايدي في زرك هطلعلك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج، انا بقولك اروح السيده زي ده ازاي؟ ما انا بقولك يا جدع من حمار يا تاخد يا جدع اجري بقى، بلاش غلاوه بقى. والله انت بتطلع على بك حلاوه زي ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، بروح ازاي؟ خدي وقعتنا على طول يا اخي. انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني، بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محروق الدنيا. محروق الدنيا يعني في الله. يلا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا حبيبي. تسلم الباشا حبيبي. شاكرين قوي. يلا انا مش عارف انت اللي بهرست ويا افندم ويا ايه. مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه. مش فاهم ويا افندم.
يا نجد اجد اللي انت تحت انت. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، عدى من جنبي وبيجري. لموسه نبي يا بيه، لموسه يا رجل، يا لموسه انت فين؟ تعرف اذا فوت عندي من هنا؟ جميل نبوسه يا جميل. نب من اربع متر سوزه. امسك يا سمور. ايه دول؟ حقك يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيهم. انت شايف ان حقي كده وصل يعني؟ ده حتى ما يجيش تمنه. لا يا سمير يا حبيبي، انا مش عايزك تبص تحت رجليك. شغلتنا دي ما ينفعش فيها الاستعجال على المكسب. دول تدورهم في عملية والتانية وتشتغل عليهم بقى، ساعتها يبقى عندك بحر فلوس. اغرف منه زي ما انت عايز. انا عايزك تتعلم يا سمير. هتعلم. اعمل لك كاس. ما انا بشرب اهو. طب اشرب يا حبيبي. في صحتك. قطاطا معاك بقى. هو انت عندك كام سنه؟ انت تديني كام سنه؟ لا مش عارفه، قول انت. والله يا بنت اذا كان على السن فما حدش يقدر يعرفه. يعني عندك مثلا، انا احسب لك الايام السوداء، الايام السوداء كتير 7000 سنه، يعني تقدري تقولي انا الحضاره، انا التاريخ. انما ما اذا كان على الايام الحلوه فعددها مقلوله. يعني انا بنت امبارح. برضه انا ما فهمتش حاجه، عايز اعرف بالرقم عندك كام سنه؟ بالرقم؟ هم اخر واحد يعرف الحكايه دي الحميد بتاع ابونا الله يرحمه. كان قايل لي اخر مره الله يرحمه ان انا عندي 63 سنه. الله يرحمه. طب مات امتى؟ من 70 سنه. 70 سنه كان عندك 63 سنه ازاي؟ بكتير. انت هتقول عليا ولا ايه؟ تقول عليا؟ انا كنت حكايه بس ان انا كنت محافظ على صحتي. شوف رغم السن ده طول عمري محافظ على صحتي. اصحى الصبح اروح جاي الريق كده، اروح ضرب علبتين سوبر، وبعدها بقى حتت ليا قد كده، وراها بقى بومبار وسجق ومحشي وكل اللي بيقابلني. كنت باكل في قلب البيت، كنت فتنس. الله يرحمك يا فوي، لو كنت عايش كنت وقعت في رمى. ايوه امال ايه؟ وصوتي بقى، صوتي لازم امرني كويس. لما كنت بعمل وجبات في علب العزا بتاعت النسوات، النسوات لما كانت بتموت. اللي اصل بصي التعديل ده، التعديل ده ليه بس، وانا صوتي كان حيان. كنت اخش على السوان من دول واروح راعي اللي بس تلاقي كل السوان روح قال ملك بس عطت جد. بس انت بتحافظ صوتي؟ ما تحبيش صح؟ افرضي جدك مات تعملي ايه؟ لازم تصوتي. سواتي كده، قولي كده. يليويتي صرخي صرخي يا لميس، هو ده التطهير اللي على قصوده.
انت ايه يا طاطا؟ بني ادم مخلوقه من طين زيك؟ ايه ليه وقتي؟ الماوي يا راجل نفسك حلو يا بنت تنفع انت تغطسي وانا حلو تبصي ايه وبصي بقى ايوه لازم بقى تتدربي على تاتا دو زغرانتي وصوتي وروسي ماشي اصوت الاول ولا شوفي احسبيها زي ما انت عايزه يا لهوتي ايوه يا مرام يا بنت مش قادر بلاش انت يا لميس بلاش انت لا 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 انا مش عايزه ارد رد انت يا قطاطة دم من بك دم بعد اذنك الو مساء الخير يا هانم بعد اذنك لموسى ماشي And I love you. Is it my You have made me what I am. And I am yours. Hello. My love. Hello. Hello. Remember I thought I had him my. Who's speaking? أنا دكتور إسماعيل جزرة جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس وأنا أنا قطعتها عدو ودودة لعباس وعبي البيت وبعليك برضو لميس وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين بنص الكلام ده بقى انت قديم قوي اسمك ايه من زمان يا هانم من زمن الحب العذري والعواطف الجياشه انا حصل كده ان في كيميكا ايوه بتكلمي مين لا مفيش حد بقولك ايه افرض احسن اختك الكبيره جت افرض افرض انت افرض يا سلام يا قطاطة رجعتيني تلميذ تاني كنت بتكلمي مين يا خلبوسة؟ رجعت تعالي يا دكتور صباح الخير يا روح قلبي صباح الخير يا جدو صباح الخير يا لميس يا حبيبتي صباح الخير يا انكل ازاي حضرتك اتفرج بقى شوف شوف قول رايك يا دكتورة بجد لميس رسوماتها بقت متطورة جدا دي حاجة فخيمة خالص فخيمة دي تبقى عباس هي حصلت انك تجيب سيرة ست الوالدة يوه ما تطلع بره حاضر 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 يلا يلا وبعدين يا دكتور انت لازم تتصرف في المصيبه دي لازم تتصرف فعلا عندك حق يا عباس انا بفكر اروح لخالتي واصالحها على امي دول مهما كان اخوات يا راجل يا راجل ايه انا بتكلم عن البيت البيت اللي قطاطة كلت دماغها بالشخصيه اللي بتحكي لها عنها ده شيء ايجابي جدا معنى كده ان الخطه ماشيه مظبوط مشاعر البنت اللي كانت موجهه بالكامل لذكرى حادثه باباها ومامتها جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني طب ده نسوا عربيه ولا دكتور انا بتكلم على البنت اما مشاعرها تروح مع الراجل ده انا ضامن ده مين ده شخص في خيالها في رسوماتها الله اعتبره حلم حلم يا اخي طب انا اطمني الشخصيه دي بتاخدها وتروح فين بخرجوا الساعه كام بيرجعوا الساعه كام من الحلم ها عباس
ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟ أنا أعرف واحد صديقي ممتاز. اتخنتك؟ طب أنا مش قاعد لك، أنا عندي شغل في العيادة ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض. جدو. عيون جدو. كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. مريض يا حبيبتي. حاجة بخصوص قطاطا. يا دي قطاطا واللي عملوا قطاطا وبعدين حاجة بقى. مفيش حاجة يا جدو، يعني مالك متعصب كده ليه؟ أنا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شوية، الست دي غلبانة قوي على طول قاعدة معايا كده في الأوضة. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمة. تفك عن نفسها ازاي؟ أجيب لها عريس؟ ولا ألعب معاها كاند كراش؟ لا لا خالص، أنا ما أقصدش، أنا أقصد يعني إنها تخرج تشوف الشارع. أنا ممكن أخدها نلفلف شوية بالعربية وأرجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا، اتفسحيها، دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان. قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو الست دي مظلومة. لو أنت بتفهمي قوي، السيرة دي مش عايزة أسمعها تاني، فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا ماما. ألو، إذا ده أول مرة أخرج وأقعد في عربية جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطا، ده انا مخرجاكي من ورا جدو. ام وحدي ام وحدي هنروح فين؟ يعني نلفلف شويه بالعربيه وخلاص. تعال نروح نجيب قهوه. قهوه؟ نجمه. نشرب قهوه فين؟ فين؟ اوديكي فين؟ تعال نروح عند كوسكا كافيه. كوسكا كافيه؟ ايوه كوسكا كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك اواي. نجمه؟ ناخد تيك اواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوه في الاخر؟ ايوه هنشرب قهوه. خلاص بقى هنشرب قهوه خلاص، عشان حتى ناخدها في الوريد. طب بقول لك ايه يا قطاطا؟ مالك؟ ما تحكي لي كده شويه في الحدوته على ما نوصل كوسكي كافيه. حدوته ايه؟ هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ حبيبي اهو. فين؟ اهو جاي وراكب راكب مكنه الاسبريسو. فزاي؟ فازاي انتوا تسمحوا لنفسكم يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حيوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرسيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسالكم سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش ان الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلاش. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا قلت لكم هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتم منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسته ايه؟ فلقسته ايه؟ فلقسوف يا جاهل، ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللت والعجن دي كلاته. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ لمبي؟ لا 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 لا، حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسيني. ايوه على قولك، عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى من السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا.
بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لين بانه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. اتفضل. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. واني حقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العين بدعونه. يخرب بيت ابوه. احنا ندعونه. يخرب بيت ابوه. يا سلام شايف محبه الناس يا عمده. ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعمه يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. واحنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ مالناش كرامة. مالناش كرامة وده اهم حاجة ان انتوا تشيلوا الجلة والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لو مش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ كلامك صحيح. ما تستناش القلب كزعيم. كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما يصحش طبعا. يلا يا بنت اجرمش. لا لا. عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي طب مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. ها؟ عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه طبعا براحتك. اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهذيب. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبنجي. ده اهل البلد كلمتها اشعال ما كانتش الهاسه والفرحه دي معموله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايه يابا ليه؟ زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله يا سلبي. ايوه. هي ايه اللحبية دي؟ عمال تقولي لحبية لحبية شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شادي لك ايه اللحنية بتاعتك؟ سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رقص
وبغنى وبزيكة. أيوة. إحنا نقعد نزغط. بزغطوا؟ آه طبعاً هوا بقى وهوا وترت ترت ترت أوبا إيرتي. طب أنا ألبس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطة البنت دي ولا إيه؟ بقولك أنا بعمل أراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى أعمل أراجوز. إيه ده؟ البطل؟ أيوه البطل؟ أيوه الزعيم؟ إزيك؟ يا أهلا بالبطل. أيوه خلاص الله يخليك. يا رافع راسنا. أيوه يا رافع راسنا. أيوه. يا حامي ولادنا. أيوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوه يا أهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياة أبوك أنا عايز أقول لك كلمة. أنا عايز أغير اللون دي، تروح فين؟ أنت تروح في أي حتة يا زعيم، تعال على دوار العمدة، غير هناك. لا 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 العمدة لا، أنا عايز حتة تانية مكنفة كده، جبارية. عينيا يا زعيم، إحنا فيك الساعة فيه الغرفة بتاعت الغفير هناك، بس هي مش في مقامك يا زعيم، مش في مقامك. أنا هاخدش أكل، أنا هاخدش أغير الـ كده. لا لا مش في مقامك. يلا يلا. لا زعيم إلا أنت. يا عم يلا بقى. لا زعيم إلا أنت. عندي بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل حبيبنا 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 حبيب البلد كلها والله حبيب البلد دي كلها والله يخليك يا بطل يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل ده ايه النور اللي بلد دوار النهارده ده الله يخليك ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده الله يخليك ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي طب انا كده الخدمه الشريفه البطل ده ما يقعد الا جنب انا بعد اذنك يا عبد الله حبايبنا انا اشيلك شيلك خبريه يا اخوي خبريه واحنا يعني مش قد معاهم ولا ايه ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال يا بطل يا حبيبي يا مشرفنا والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال هنا ويا انت مش وش كده يا علي تعالي يا زعيمني طب عليا الطلاق بالثلاثه لا في ريح يا علي تعالى يا لمي او النبي ريحك اخف من ريح لنا انا خليك يا زعيمني كفايه انا خدك مش كده انا جنبي وجنب المأمور تعالى المأمور الباشا جناب المأمور اتفضل انا خدك ظابط جديد قديم كبير اهلا وسهلا اتفضل يا عندك اتفضل نور يا زعيم يا بطل الله يسعدك الله يخليك يا رب البيض يا بنت البيض يا بنت البيض والذبايح والهبر والطعمية انا ما بحبش العجة يا عمدة احنا نذبح لك نعام نعام الله يرضينا نعم عليك فين الزمر وفين التمر انا ما بحبش التمر انا احبش التمر لا 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 مش التمر التمر ما بحبش التمر انا ما بحب ايه النطع بتاعه ده شكلها كده والله ايه التمر ده لا التبل اللي هو بين اللي بين ايوه الرقص والمزاج والسهرانه دوري يا مزيكي
ابو محمود خليك شيخنا منور يا لبي الله يخليك لا يا جدع ده خليك اقعد يا ولد الله ادوا شفت لما جيت جدك حس ان روحه لبساني انت بص انت العلاقه في وسط النواش اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك يا عسل بموت فيك وكمان ناوي على البت اللي زي لحظه القشطه دي لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني عسل والله والله عسل عايز اشوفك بعد الكنيف تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني؟ الليله الليلة يا عمدي ايوه ايوه الليلة الله يحزك يا مية تدري ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم طيب يا عمدي يا اهلا 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 يا زعيم اهلا بك يا عمدتنا منور والله الله يخليك الله يخليك الله يخليك والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي يعني ايه بيبي يا زعيم ايه يعني ايه بيبي يا زعيم بيبي يعني انا عايز اروح عايز اروح الكنيف عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا بيبي خلاص خلاص وصلت وصلت عرفت دي عايز اعمل الحمام يعني حمام أيوة. يا أيوة. فتحيه يا ستي فتحيه انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس أيوة. الحمام ها ايوه انا الزعيم الزعيم رايح الكنيف الزعيم حيخش الكنيف اتفضل بعد اذنك يا رجاله اتفضل يا زعيم وادي علوان عمر يا عمده هريسه متامن يا ولد امان الامان يا عمده حط في بطنك بطيخه صيفي طب غرجتك ده يا فمك منور يا جناب المأمور أمال يا حضرة العمدة هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور دول قولي الأمر برضو قولي الأمر ايوه ايوه يا شيخنا احنا يا فتحية انا اطلع لهريسة ازاي هقول لك بس خلي بالك بتضيعني دبانه في كتفي هيسرقوها ازاي دبانه ايه يا سليب الديانه الديانه بتربصين له في كل حته خليك بستحرص ايوه غني بستحرص شايف السلب اللي في ظهري دي ايه طلع لك انت سلب السلب اهو ده اللي جنبه ده هتطلع في بين في شبال في بين ده في شبال في فوق في تحت في بطله في بين في شبال يلا 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 مش هتتخيلي الصيف كله هنقضيه في الساحل الشمالي هنتدلع دلع نركب مراكب بقى وناكل بنانا بوت يعني ايه ناكل يا جدو بنركب بنانا قصدك نركب بنانا بوت بصراحه يا جدو الخروجات دي مش هتنفع دلوقتي لان انا مستنيه قطاطا وحشتني نفسي اشوفها واسمعها انا مش عارف اقولها لك ازاي مش هينفع تشوفي قطاطا ليه يا جدو ده انا كنت لسه عندها امبارح وكانت ما شاء الله كويسه ايه اللي حصل لها مضاعفات طب وخلاص هقوم البس واروح لها تروحي في ايه تمام انها سايبه عشان امبارح خرجتي ومن غير اذني فاهمه ان مستشفى السجن دي اي حد يدخلها او حد يخرجها عيب عيب يا لميس وبعدين انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه يعني خايف اقولها لك يحصل اي حاجه قطاطا حالتها بتتدهور
ايه اللي انت بتقوله ده يا جدو؟ بس تقريبا في يعني في النزع الاخير. يعني عليك يا قطاطة. معلش دي ملهاش اي حد خالص في الدنيا. انا قلبي وجعني عليها يا جدو. هنعمل لها ايه بقى؟ احنا كل اللي في ايدنا ان احنا نقرا لها الفاتحه. يلا ما نجيش في حاجه وحشه يا عواطف. خير اللي اسمها قطاطة شرفت. قطاطة خادمة اللذات ومفرقات الجماعات. عماد جدع يا واد، امال مجانا ما بيطلعش دخان ليه؟ لا انا هظبط لك الحق، ده جلوكوز يا ام قطاطة يطلع دخان. ايه الله، احنا فين يا واد؟ احنا في الفيلا بتاعت عباس باشا. محمود يا حبيبي، وحشتيني. انت جميله يا حبيبتي، انت كويسه؟ الحمد لله. يا اختي الوليه من سبع ترواح دي اللي داخله علينا بجلوكوزها ومحلولها. يا وليه انت بتزعق كده فجاه من قلب العرض كده وعامله زي البتاع دي كده؟ انت لسه زي ما انت بيها؟ وايه اللي هيغير؟ مش هرد عليك يا سيدة القصر. ايوه الله يعافيك. أهلا موسى. الحمد لله قطاطة بردو. وحشتيني يا عيون قطاطة. أنت كمان أوي. أهلا 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 يا قطاطة. ازيك؟ ازيك يا عباس بيه؟ لا مؤاخذة يا سعادة الباشا، أزعجنا سعادتك يا باشا والله، بس أم قطاطة أصلت وهي مدهولة كده تيجي تحكي الحكاية لست لميس والله. طبعا ما هي لازم تحكي ولازم تقعد، ما هي قاعدة في رقدة الفردوس. إيه ده؟ نعم؟ محسدني والنبي، محسدني يا عباس بيه. وانا انا مبسوط قوي ان شفتك. يلا ما انا والله حاسه كده بتعطيع وشك بتقول انك انت مبسوط قوي. انا ما امسك الواد الليل. يلا يلا اختي زبوها تدحرجوها من على السلم وخلصوا. جميعه ونو كان انا ايه سيدة القصر؟ سيدة القصر طبعا. اتفضلي انت، ده عايز اكل الاول. ايه؟ عايز اكل الاول. اقعدي طيب خدي نفسك. خليك خدامه اللي ورا دي تجيبلي اكل. يا ولية لمي نفسك، انت المحلول في ايدك. طب انت راكبه وراك يا ابني في موتوسيكل ليه؟ تعالى. عايزه ايه؟ هاتيلي جبنه رومي وهاتيلي لحمه ورز وملوخيه وبطاطس. ايوه ويلي وعدس. ايه؟ عدس بجد. هات لها كل اللي هي عايزاه يا عواطف، دي صاحبة بيت. صاحبة بيت، احنا الضيوف. مين هياخدك؟ الحمد لله انك كويسة يا قطاطة، ده جده كان بيقول انك بعد الشر بعد الشر بتموتي. لا؟ أموت؟ أنا ما أموتش. قطاطة ما تموتش. أنت شبع يا عباس؟ أنا؟ بس أنا زعلانة منك عشان أنت جيتي على نفسك عشاني وأنت تعبانة. يا حبيبة قلبي، ما أنا بموت. ما لو بموت كده روح هتربرف كده وتفضل تطير 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 وهوب تروح حتى عصيرين عندك وتكيك يا حدوته يا قطه يا حلو يا بطه يا قطه يا بطه يا حلوه يا كدوته يا حلوه يا بطه. عارفه يا موسى لو خرجت حتى بالسجن برضه هرجع اجع اقعد معاك هنا. ماشي؟ انت فاهمه انك هتيجي هنا تاني؟ جدو بقول لك ايه؟ احنا مش عايزين نقعد بعض وحدنا بنات بقى قاعده مع بعض. عباس يلا يا عمامشي شوفوا لنا الاكل يلا. وعباس بتضحك عليه يا عبيط انت؟ لا مفيش حاجه. يلا قدامي. امرك يا باشا. شفت انت قلت له عباس اجري شوف الاكل. احكيها في السجن بقى. ويشلقني. بس ده احكيها في السجن افضحوا. افضحوا كده بس المساجين الوسخه اللي يسود هناك. ماشي؟ طب انا ماشي. يلا. اما قطاط عايزه حاجه؟ ده يا حبيبي مع السلامه روح. طيب. يلا يا زفت. ايوه يا باشا اتحيلي. ربنا ينتهي منك يا ابن روح. يا قطاطة تصدقي ان انت وحشتيني انت وهو. انت وهو؟ طب هو وانا عارفاه. انت بقى تطلع مين؟ يا قطاطة انت واللمبي. انا بهزر معاك يا عم، انت وحشتيني يا بنت قوي. اللمبي يا حبيبي اللمبي اهو جاي من الخضار من الاكل وجاي اهو. بس بقى انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا يعني هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. الف مبروك. ده كمين ده ولا ايه؟
عيني بس يا مقتدري. الكلام أخذ وعطى. أنا حتجوز البيت اللي اسمها فتحية ديت كوعاء ليس إلا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. انا عارفاك، انا خبزاك ووكلاك وهضماك، اطلع من دول يا عمده هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، وانا بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك العز والاملاك، بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني حب ام الوقت وبورق رسمي مكتب الصحه في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطره. هي قلت ايه؟ موافقه. حلو، بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوة. ايه اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي وتجوز مين بقى بسلامته؟ البطاية يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبابنا. اهلا 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 والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت فقلت بقى لا، قلت روح انا جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. ها مش كده ولا ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ ابني بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدي. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك نفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبه وحشه من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا.
ليلى يا عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد نقيت وجبت الأصيلة والأدب الأدب زايد والدك وعمك وخالك يسو ناس ألوفات حبيب الله يكرمك سألت رب البرايا يحرسك من العين الحر عند اللزوم تلقى وراه إلوفات الدور ده لجل العريس مخصوص يا حبايب الدور ده لجل العريس مخصوص يا حبايب هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب اشوف لي كل الحبايب يوم فرح زايد يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش خليك صاحي يا عريس ما تنامش الليله من عمرك ما تتعوضش خد من العروسه يا جميل واديها خد من العروسه يا جميل واديها واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش دايما تلاقيها اسال عروسك تراويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها بنت الاصول بالمال ما تتقدرش بعد السلام قدم له ألف تحية انجي أبوك من بدري في الصباحية بعد السلام قدم له ألف تحية سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله ألا يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط يعني هواني أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما حق يا بنتي لو حصل هحللك بقي انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل انا هبقى ست الكل صحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش
سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا نمت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. بعد ترى جسمه مكسر وجامد قوي. الله قولي يا سيليبي. طيب لما ارضى على الشرطه بس فداك يا سيليبي. يمكن نزلت شويه. فداك يا سيليبي. انا قولي هو اهدى. ايه اهدى يا سيليبي. هذا الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد حمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شق ايه؟ ريقك. وانا حفطر ولا هعمل جريمه تيتل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس اطلع كنز شويه فانا مش واخد على كده. ماشي انا ان كان علي اجيب لك شويه فاكهه يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجه. بوز او بانجه؟ ايه؟ يا بنت المطعم انت عارفه؟ انت عسل؟ انت غير ما انا عشان ده يلا قوم وانا هحضر لك شويه فطير على شويه عسل على شويه بيض على شويه جبنه. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه بقولك ايه؟ ايه يا سيليب؟ ايه يا سيليب؟ يا بنت انت يا بنت يا بنت ما يا سيليب يا بنت انت ما تسمعش يا سيليب. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. عادي عادي هنا عادي. ذوق برجلي. ازوق؟ اسحب ولا ازوق؟ ده ذوق ده برجلي. ايوه طعي ذوق يا بنت. ايوه وحيلك يا الحلال وقع بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات حيلة تيها تيها يولاد الحلال. بدلوسة نايبون نايبون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع بدوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع بدوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلبها بالحال. ايا يوجدك ايه يا سليم؟ بالدو الجبنة دي شفت لد بالهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وبياكل. أبالي مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليمبي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفة يا سليب. هاتلي التسكتة من على البلاص. كده يا سليمبي. ايوه يا ده قطت تسكت يا بت. حتى يا سليب بيختي عليكو على جمال. أمر أمر أيوة مضبوطة في النص. أيوة جايو مين؟ أنا علوان يا سليم دي. عايز إيه؟ إيه ده؟ هو أنت بتاكل ولا إيه؟ قم يا بت جوه. قم يا بت جوه يلا يلا أنت جوه. كلام الفاضي ده عايز يا عم علوان. مش أنا اللي عايز، جناب العمدة هو اللي عايز. ولما العمدة هو اللي عايز هو ما جاش ليه؟ ما وعدناني عشان أجيبك تروح له. يا سلام، وأنت صفت محليك إيه بقى؟ أنت بتستهزئ بيا يا أستاذ لمبي. أعمل إيه؟ أنت عارف جناب العمدة اللي أنت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده ما يقدرش يتحرك غير بإشارة من صباعي دي؟ قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اني دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. انت بتستهزئ بيا يا سليم بي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده ايه؟ طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه انا كده وش صريح يعني
طب يا سليمبي خد البيضة وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتأخرش والنبي يا سليمبي. لا والله تعبت بديلك هتلاقيني على طول. ما تجيبنيش التحسين يا سليمبي. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك هجيب لك تحسين تاني. يلا روح انت انا جاي خلاص بديلك. يا سليمبي انا فوتك بعافية. مع الف سخرارة مع السلامة. اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. بقرض توحى اخرج يا سليمبي. تعال يا بنت تعال. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصنط عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي. بش رجلك؟ بتأخذني. ايوه لا مش ده كان عزل كده وانا بعدين ابقى اروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يودع. ليه؟ بشتة يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده. العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا سليب احنا في الصباحية. ايوه يا بنتي شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتي؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك النمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذنها عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. بلاش؟ افهم في الأصول. بلك أنت العبد ده بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحم حبر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحم حبر. هي لحمة الحبرة انا عارفها يا فيه في المريخين عندك جوه هي اللي قافله كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم بلو كلابي. لا بلوش كلابك بلوش حاجه خالص. انا هروح له بقى. ها يلا روح. وانت جهزي نفسك هدعيلك اعملي اكاوي وكوارع هتلاقيني نازل من اللمة. ده انت هتتعطاها يا سليبي. يلا قوم روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليمبي. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد. ويوفقك يا سليمبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليمبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليمبي. يا رب يا سليب. يلا يا سليب. يلا 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 وجاي بقى سليب بقى وهو بيطير من عندي. يا قططة بتنامي ليه بقى فجأة؟ قططة قططة بقى اصحي كملي. قططة أنا كنت متأكد إنك هنا. إزاي تخرجي وأنت في الحالة دي؟ ايه ده يا انكل هي كويسه ايه الحمد لله. من كويسه قوي النبي يا دكتور. في ايه ده حصل مالك؟ اسمعين انت ايه اللي جابك هنا يا دكتور؟ انا جاي امنع كارثه كانت هتحصل. عباس انا بحملك مسؤوليه حياه قطاطه وصحتها. لو جرى لها اي حاجه انت اللي هتكون مسؤول قدام ربنا اولا وقدام القانون ثانيا. ايوه لازم تتعاقب بالقانون كاي انسان عادي. جزره بزرع. انا كويسه يا حبيبي. شفتي؟ ما تجربش نفسك يا حبيبي انا كويسه. هو في ايه؟ وانتوا اتجوزتوا ولا ايه؟ اتجوزنا ايه ونيلنا ايه؟ الجدعان هيقطعوا بعض عليا. والنبي انا كويسه يا جزرة. ازاي انت كويسه؟ ايش عرفك انك كويسه؟ النبي كويسه؟ انا الدكتور هنا اعرف اذا كنت كويسه ولا لا؟ خليني اكشف على قلبك. هو يا حبيبي ايه ده؟ ايه حاله الانحراف اللي انت فيه ده؟ احبك انا احبك. شايف من اتخرف؟ ايوه انا عارف هتخرف ليه. خرجت بدري من المستشفى يا راجل. واضح انها وقعت في غرامه. غرامه؟ غرامه ده مين يا عمر؟ وده مين ده سيجازر؟ انا كمان عشان اقدر اقع في غرامه. ده انا مش يابا جازر بقى ولا ده انا ياما قعدت كانت واقفه كده وعايزه تاخد مني بس يا دوب عطه. وانا عرفت ايه من حاجه. طب يلا يا اخت السجن مستنيك الواد بره. يلا تعالى بموته اهو. احب اكلمك هنا تاني.
قطاطة عايز اعد بروحه. عيب يا قطاطة عيب. يا حبيبتي، على العموم انا رتبت اموري وزي ما اتفقنا ياسمين بنتي هتسافر معانا. لا انا عارف ومتاكد انك هتعوضيها عن عطف امها وحنانها ومع الاسيا الجاحده دي. ماشي يا حبيبتي، ماشي، مع السلامه. لأن اليوم يومك يا أبو ياسر، عايزاك تنفخيها. ده انت هتقطعي النهارده كده، هتفرتكي النهارده كده، هتقطعي وزهدك هتبقى على اليوتيوب. أبو ياسر أهي، ربنا يخلي ياسر وأبو ياسر. إيوه عزيزي مكت، إيمان، أبو ياسر، أبو ياسر، أبو ياسر. لا تخش تنفخيها. يا ماسكا، ما هي سايبة الوحفة؟ سايبة حطت الاسم الوز في الألم بقى لما تباع. النسوان اللي تابع يجوا يحبوا على ايد ستينا وتجراسنا. يلا يا مارا، يلا يا ولية منك ليها. راح فين يا بنت؟ اوعى ايدك يا ست قطاطة، سيبيني. بنت حضرتك يا بنت صباح ملوحظ، غير لك سرطة تيوت، غير لك سرطة تيوت يا سلامات يا حبيبتي. هذا الإنسان طيب؟ صحيح بكل زيادة؟ مظبوط؟ ما تهمي يا ولي؟ أيوة أنا غير أيوة ودعني. بوسي إيديها يا قطاطة، بوسي إيدي المعلمة. حاضر. هو فطيره وخلاص؟ انت مش عندك ناس كده وعندهم انت عارفه ان انا اعرف ناس عندهم مش جايين ياكلوا حتى لقمه خناشمه بتاعت عيش؟ الناس دي لو اترمى عليها الاكل ده هتبقى مش هيبقى فيه مجاعه في البلد. صح صح ولا لا؟ قطاطه معاها حق، عشان انت مفطريه، في ناس حرام غالبا مش لاقين حتى قطعه سليزونهايه واحده. ما هو شفتي؟ مفيش حد لاقي زيتونايه واحده. تم انت بقى الاكل ده كله ليك، سيبيه انا هاكله. شفت شرط اقول لك مجاعه، مجاعه ايدي وليا مكرمشه طول ما هي قاعده تلخ تلخ. شفت مجاعه ايه؟ ما دليله ما يتحرموا، هو في مجاعه اكتر من انا هاكل انا. شفتي هتقول لك كلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي، انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر؟ ايوه كده، بدل انا ابتدي عشان تسمعها كده. سيدة القصر امشي من القصر وسطك. بقول لك ايه يا امي، انا هسيب لك سيدة القصر واغر من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش قدامك، استنى دلوقتي. مشيت خلاص والله. الحرامية دي مشيت. انت عارفاني دي حرامية؟ وهي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت يا تاتا. استنى تتكلم يا كان. مساعد يا اكرام ومليح لك كلام. إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. آه. اللمبي. يا حبيبي يا لمبي. آه. جايب البسبوسة وجاي أهو. جايب البسبوسة. يعني إيه؟ يعني إيه يا عمدة أنت عايزني إن أنا أطلق مراتي؟ على أساس إن جالك خبر إن اللمبي اتقلب من زودياك في الطيارة؟ ولا إيه؟ وأطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. أنا منافق. أنت منافق أنت بمنخرين أنت. ما تخلص يا قالك. إحنا هنقضيها بقى محايلة عليك طول اليوم ولا إيه؟ خلص. ما ترمي من الطلعة يا والي. الله. مش هطلع هذا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا أنت بوحدك ده. في شرع مين ده ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لما اخذت دراعك بس يا جنب المامور لاكون مفرغ الفرفل ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمده. لا يا رب كل حاجه توقف عنك وما تشتغلش. طلع ربنا يتمنى يا اخويا ويبتليك بمرضي يخليك تتنطط في الارض. طلع مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني ايوه انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس ولا ايه؟ انت قول ورايا انا قول ايه؟ زوجاتي فتحيه بنتي حسان طالق مني. ربنا يتم منك يا عم حسان. يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عودة. خذ من الحق ربنا يكفر وشك يا ابو سرب يا حسب الله ونعم الوكيل فيك. دي جاز اشتريك يا بنتي يا قادر. ايه ماني لازم اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. تحصلي بيه عشا بابليس في الجنه. اخصى عليكي. فتحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه خليكم كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحيه ما عندوش ابن عم ابن خال اخ ده انا حبيبتك. لا يا اختي بقطع بيت شجر. ايه طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انتي وهي. هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه كلامه مفكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير بين غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت بالفعل. الله يحفظك يا سليب. مش داخل الدار؟ لا يا بنت الناس انا ما ينفعش اخش الدار خلاص. يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليني انما النهارده ما تحلليش. تحلليش؟ بالك يا سليب. لا انت طلعتني منك يا حبي. طلعتني؟ انا كنت هتتهدي بالسلاح. عاجبك يا ابو بنتي وهي عينيكم بنورك. يا لهوي يا بشبتك يا فتحيه يا فضيحتك يا بنتي يا فتحيه. والله انا وافقت بس كده يعني نستنى بس وافقت عشان هو عشان افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش عايزكم والمصحف ده هيسكت بقى. انا هوقع في البلد دي. انا هقطع الشجر بتاعه واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وش يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يا ولد تعالى انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بمدح على بتاع العيش. ايه؟ لا غور يلا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور وحياة امي حاسبك بالطوب. يلا يا مجنون غور يلا يا مجنون غور يا تجدهي. ايه يا قمر ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي ها وتغندري
وجهزي للليله بتاعتك دي ليلتي. ليلتي يا عروسه. يا لهوي. بس يا قمر قمر يا ناس قمر قمر. البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقكم مراتك بالقوه. ها بطل ده واسمعوا دي. طب ايه يا عند الحاجه؟ وانت كنت شويه مقضيها لي الغاز اللي بتطلقوا ده وحلقوا ده. انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. ابو هنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم هفرقكم على العمده ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليه ويبقى مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف الليمب هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زياده وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد مجنة وحسن ابو خد كبير. بنيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الليمب. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زياده؟ يا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخوا عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم. الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي وايه ده الميه ده؟ يا بتحير تعمل بالميرو يا رفع حن. اسمها عواطف نكتب. انا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه بس الواد الزعافه ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري. انت كلك على بعضك جريده. يلا امشي. انا هنا سيده القصر. يلا قصر حقك يا خدامة. بقول لك ايه؟ خدامة بس بشرف. بص شرفك والنبي دي لك ساعة على دائري بيننا شرف ولا غير. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادعي عليك بايه وانت فيكي كل العبر؟ وصي بسلمك بتاسي بجدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول؟ اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البنت. لا لا ابو النبي اتخرجي يا بنت ساعة اكلة قصها ليه؟ دي غلبانة. ودي ست برضك خدامة يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلمة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكل. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت باطك. ان شاء الله تخرج من صخاريخ ودانك. مش فيك مجنونة من قلب التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولعه ليه؟ ها؟ ها؟ انا واثقه من نفسي. واثقه من نفسي؟ انا واثقه من نفسي وعارفه انا عارفه انا عامله ازاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدوا اجيب مرايه ليه؟ المرايه اللي وحشين يجيبوا نفسهم حلوين وانا معفنين يا قدامه. وانا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا اخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بك حته. بصي. طب انا ليه عماله افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي وعي عن جاي من الشانزليزيه بره؟ ما كانش جاي ده كان بيتبطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريح ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرق. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ايه المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده.
كان نفسه العريس اول ما يقرأ الفاتحة باسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمرض تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص كفايه كفايه قطط قرفتيني. انا خلاص خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم. طماطم؟ اسمها قوطة. قوطة. اسمها ايه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 ايوه كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايلة قوطة. يا اختي هو كلام نسوان بعد ما المطبخ وانا هنتكلم في ايه؟ خلاص هي دي؟ قطاطة. بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس. هاتي بقى الفرخة. أهي. بركة كده. وبركة كده. طب والصدر؟ ما أعرف الصدر بقى. زي الفل أهو. يا مرد عجيان. لا قطاطة أنا ما أقصدش صدرك، أنت تقصد صدر الفرخة. أيوة يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب أنت عارفة الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبة بلدوج. كلبة البلدوج دي خلفت إيه؟ أربع كلاب تانيين بلدوج. وماتت. صعب عليا كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتها وقعدت أرضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي. كلبة إيه يا قطاطة؟ أنت بتشتغليني؟ أنا هموت وأعرف أنت بتش. أنا بحس إن أنت بتشوفي حاجات غير اللي إحنا بتشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي إيه أنت؟ يا أختي أنت تفتكري هنتكلم في إيه؟ أنت تفتكري إن الصواريخ عند المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في إيه؟ هم؟ يقعدوا يتكلموا على دي؟ ويقعدوا يشتموا بدي؟ ومحدش عاجبهم غير هما وتبص تلاقي المرة من دول سرح الكلب جربان وتقولي في إيه أحسن مني؟ هي كده كلام الصواريخ تعملي إيه؟ يا قطاطة انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت بتدمري خد مني من حاجات بيقعوا بصي جاي اهو بيشاور عليا هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافية الله 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 الحياة والخشة يا رفيق أمها وقفة ترجفي للمرجوع صد ما بتترجفي ليش أنا هو أنت خطيبي طب هو حبيبي شغلت رنة وبندقية معمرة وهرد له واحد اللي بالي يا ما تخلاش يدير شغلي بمرة بدهولي أحكي بدهولي أحكي رحيم في اسمه واحد نساتر يا رب يا عين عليك يا حبيبت أمي خصوصا في الليلة المفترقة دي فاهمين يا حوش هو فين حوش يا عمدة انت الحوش يا غبي بطايه فاهم يا عمدة فاهم غرقتك ده يا فمك خير يا نور عيني خير يا راجل مالك في ايه لا يا أصل الزفة خلصت وانت كلك نظر يعني بعد الزفة ايه الاجراءات يعني انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس ياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا اني حصل ايه اللي جد؟ ما جدش سيبيني والنبي اخرج بس تعال هنا هو ايه؟ قدامي على السرير فين؟ اطلع على السرير حاضر يا بنت ادري حاضر نعم اهو وطي اللندا يا عمدي ليه هي غارق وطي اللندا حاضر يا بتدري ايه العجلبيتك يا عمدي اقصري الشر يا بتدري ايه العجلبيه يا عمدي
لوحدك يا عني. العمده مرضه مني الليله، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمه تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبه تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسه قال والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي في حدا سليبي يا حبيبتي حبيبتي طلعها. ايه رايك يا بنت في المفاجاه دي؟ حبيبي يا سليبي عامل ايه؟ الحمد لله اخيرا فتحيه القدر جمع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حبيبتي فتحية انا قولي عني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال ايوه تعال شوف اكل العروسة. الاكل بينادي اكاله. كل مرتاح يا سليبري. الحمد لله ربنا بيرفع من هنا وبيمسل من هنا. الف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهيم ايه ده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا رحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيره في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبري؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وقنعت واروح واخد برضه متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده كنز. يا بصيرتي يا بصيرتك يا فتحي نهارك الزوز يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيرتي. بتحديني يا بنت؟ يا بنت مش انا اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي، انا سالت واستقصصت. ها سألت واستقصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او يعني من يومين، فاحنا مفيش. انت تحلي لي دلوقتي يا بت، انت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايز يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده، ده انا هقوم ده انا هموت. اهرب اهرب يا انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم انزل على المركز وابيع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟
في بيتي وعلى فرشتي. استنى استنى، لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة، وحياتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخيارة. خيارة؟ ايوه. داري اللي حديك من منقي خيار، بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحة، حياتك بقى زود الاوردر عشان قدر صحي تعب المرة تفطر معانا، أنا عارف إنه ده راست أوردر. اهو اتفضل بقى، انت عايزه ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي، وهو طلب مني شايبه حليب وبقسمتين وخياره، انما القته عليا انا، ده انا حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج، اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك، انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه، ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي، يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس، صباح يا بركة يا عمدي، اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى، هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركولك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي، ها، وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار، انت بقيت بتعوم في قلب العار، مطلق كلك على بعضك كده عارف عار. كفاية كده يا سليبي، الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف انا نعمة اصيلة البت دي والله، بسون العيش والملح والله. بحبك يا سليبي. وانا يا بنتي مبوط في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيب بوته بقى. يبقى يا سيدي. هذا الموقف بيسخن، وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح، اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى، مش كفايه عسل باقي؟ هل رايح وراجع، ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تخرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي، انا مش فاضي. انا ايه ده؟ بيتك وده مطرحك ودي مراتك، وحنا حراضيك وهنسويه، وحراضيك والله. بس اصبر عليا، بس راجع لنا. حاضر. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوبه على صدري. انا عقبال نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سليبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص، لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سليبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كأنك ابن 18 سنة يا عريس. صباحية مباركة يا عمدة. خليك قفشة، قفشة جنة، خليك قفشة جنة. حسني هيكفي على وشي يا سليم. كده حلو عمدة، بس بسرعة. اللي جابك الحتة دي هنا؟ مش عارف انت جايب ايه. بسرعة يا سليم، زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب بقى. حاضر حاضر حاضر. اهو انا مهلك، انا مهلك يا سليم. طب اخبي وشك يا سليم. اخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي، يا فضحتك يا عمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا ابني احمر انت، ما تتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. The kick decided the game. ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة، أنا عايزة إنبي. حاضر حاضر، بعد الجيم ده يلا دوسي إكس. هتدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟ إكس بس مش إكس، اسمي إكس. فين الإكس؟ أهو. أهو. عشان إيه بقى؟ آه بيباسي بيباسي. بيباسي؟ آه. إيه بيباسي؟ بيباسي يعني بيعمل كده. من راسي. شوت. من راسي. شوت. من
فتا زهقتيني. دوسي دوسي يلا. اهو كده اهو. شاطر يا قطاطا، انت كسبانه لغايه دلوقتي. اه ما انا عارفه طبعا. انت خلبوسه. اما انت فاكر ايه بدا بلعبها على طول الشارع؟ ايه اللي بتلعبها؟ البنك. البنك؟ الحكم ده على فكره بيشنكل اللعيبه. لا ما يقصدش. هو بيوقعهم وهم بيوقفوا. ما يقصدش يا قطاطا يلا. انا الخناق. الحكم خلاص صفر. بيوقع اللعيبه؟ خلاص قال لك جيم اوفر خلص. ما تيجي نرقص. انت تحت الحدوته يا قطاطا؟ ما انا قاعد بس تعال نرقص. يلا ماشي. يلا يا اللي تحت ويا اللي فوق. ايه ده؟ لا اللي تحت. ايه ده؟ هتجيب المطرب هنا؟ تامر حسني؟ هكلم تامر حسني ليه؟ هشغل مزيكا. حماجي؟ 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 لا محمد حماجي؟ يلا يلا يلا. انا ده حلو قوي. يلا 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 يا بابا 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 ي